ونذهب بسرعة إلى جلسات النقد الطبي. الحكم بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي إلى هناك. قررت المحكمة تأجيل جلسة 22/4 لحضور المتهمين من محبسه والمتهم من محبسه مع استمرار حبسه. بالتعذر. فوتو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكم في القضية رقم 1441 لسنة 2013 جنايات عبدين. المتهم فيها حبيب العدلي وزير الداخلية السابق وآخرين. عرضت هذه القضية على المحكمة في 7/2/2016 وتداولت في العديد من الجلسات 14 جلسة. ندبت المحكمة لجنة مكونة من 11 عضو من أقدم الخبراء لفحص المستندات. إن الأهواء التي جمحت بنفس المتهمين قد حجبت عنهم كل ما هو دون مصلحتهم، فصاروا لا يعبرون إلا بما يحقق لهم الكسب وجمع المال، فقد باعوا أنفسهم وتحالفوا مع الشيطان الذي زين لهم إن جمع المال الحرام الزائد يحقق لهم السعادة، دون أن يدركون إن هذا المال سيدخل عليهم وعلى أولادهم نار جهنم. يشتهون المال الحرام لتحقيق نعيم زائد، ظنا منهم إن المال المكنوز سيغنيهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. صدقت يا رسول الله. فهذا المال مال عام ملكا للدولة، تحصل من قوت وأموال الشعب، لذلك باسم الشعب. فقد ثبت على وجه الجزم والقطع واليقين إن المتهمون ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم وفقا لما انتهت إليه المحكمة. لذلك حكمت المحكمة أولا بحضورية، أولا بانقضاء الدعوة الجنائية قبل كل من جمال عطوة باز صقر، جمال عطوة باز صقر، سمير عبد القادر محمود منصور لوفاتهما. ثانيا حضورية للأول والثاني والثالث بمعاقبة كل من حبيب إبراهيم حبيب العدلي، نبيل سليمان خلف، أحمد عبد النبي أحمد نور بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات عما أسند إليهم، وإلزامهم برد مبلغ وقدره 195,936,507 جنيهات بالتضامن فيما بينهم. جيم بتغريمهم مبلغ 195,936,307 جنيهات بالتضامن فيما بينهم. ثالثا حضوريا للخامس والسابع والسادس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والسادس عشر بمعاقبة كل من محمد أحمد الدسوري، بكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي، صلاح عبد القادر عفيفي محمد سالم، فؤاد محمد كمال إبراهيم عمر، عادل فتحي محمد براق، محمد ضياء الدين عبد اللطيف بكر بالسجن مشدد لمدة 5 سنوات عما أسند إليهم، وبمعاقبة كل من نوال حلمي عبد المقصود حسن، علا كمال حمودة مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات عما أسند إليهما. رابعا إلزام المحكوم عليهم الأول والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بأمر الإحالة برد مبلغ وقدره 529,491,789 جنيها بالتضامن فيما بينهم. خامسا بتغريمهم
بتغريم المحكوم عليهم الأول والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بأمر الإحالة بمبلغ 529 مليون و491 ألف و389 جنيا بالتضامن فيما بينهم. سادسا أو ألف إلزام المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بأمر الإحالة برد مبلغ 62 مليون ومائة وعشرون ألف ومائة واثنين عشر جنيا بالتضامن فيما بينهم. ب بتغريم المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بأمر الإحالة مبلغ وقدره 62 مليون ومائة وعشرون ألف ومائتي واثنى عشر جنيا بالتضامن فيما بينهم. سابعا عزل المحكوم عليهم من وظائفهم. ثامنا إلزام المحكوم عليهم وورثة كل من جمال عبد الله باس ثقل وسمير عبد القادر محمود منصور بأداء مبلغ 100,001 جنيا تعويضا مدنيا مؤقتا عن الأضرار المادية لوزير الداخلية بصفته لوزارة الداخلية وزير الداخلية بصفته وذلك بالتضامن فيما بينهم. إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية. رفعت الجلسة. إذن مشاهدينا كانت هذه جلسة محكمة جنايات القاهرة في جلسة النطق بالحكم بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي في قضية الاستيلاء على المال العام وانتهت بالسجن المشدد 7 سنوات بحق حبيب العدلي وإلزامه بمبلغ أو برد مبلغ 105 مليون جنيه.